إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث نفذ العشرات من الأكاديميين وقفة احتجاجية أمام بوابة قصر معاشيق للمطالبة بتسوية أوضاعهم. أطالب الأكاديميون في جامعات عدن وأبين ولحج وشبوة خلال وقفتهم بتوفير شواغر وظيفية لغير الموظفين المعينين أكاديميا وتعجيل نقل وتسوية رواتب الموظفين. ودعا الأكاديميون المجلس الرئاسي إلى إنصافهم وتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية في الجامعات. ونتمنى من رئاسة الجمهورية ونوابه، ونتمنى من الحكومة والوزراء المختصين والمعنيين بأن ينظروا إلى هذه الشريحة نظرة صحيحة تعيد لها مكانتها وتعيد لها ألقها الذي كان. هؤلاء اليوم أتوا إلى هذه الوقفة ولا يجدون حق المواصلات. ومطالبنا موجهة لمجلس القيادة الرئاسي، وهي إعادة راتب العضو التدريس والتدريس المساعدة إلى ما كان عليه قبل سنوات سبع منذ 2015، كذلك تثبيت وحل جذري لقضية ما يسمى بالمعينين الأكاديميين الذين يقضون أو قضوا سنوات طويلة في خدمة الجامعة بدون أن أو جامعة الأربع بدون أي مستحقات، وهم الشباب العمال العاملين بالسخرة لدى الجامعة. مطالب أخرى حقوق متعلقة بعلاوات سنوية، استحقاقات مالية. لا نحن الرسول قال أعطي الأجير أجرق قبل أن يقف عرقه، فأنا أطلب من القيادة الرئاسية توفير وظائف درجات وظيفية للي بدون وظائف، وكذلك نقل جميع اللي لديهم وظائف من مرافقهم إلى الجامعة، لأنه صار عبء على الواحد إنه يباشر في المرفق نفسه وكذلك في الجامعة صار ضغط عليه. وكذلك توفير ما يطلبه الأساسيين من تسوية رواتبهم، البعض له خمس سنين على 40,000 بدون تسويات رغم إنه برضه معه شهادات عليا ودكتوراه.